في أحد القرى الجميلة والهادية في إنجلترا، البحر أكتر مكان جميل في القرية اللي عدد سكانها قليل، ولكن المشكلة إن كل يوم في آخر شهر من السنة بتحصل حالات اختفاء، والحالات دي كتيرة للشباب في القرية وتحديدا البنات، وبتظهر بنت اسمها فرانكي بتستعد إنها تنط في البحر بسبب مشاكلها، ولكن لقت حد غريب جنبها وافتكرته إنه أبوها اللي سابها وهرب، وقال لها هي كده كده هتموت قريب والسيد بانش هيظهر. وفاقت فرانكي من الكابوس وبتفتكر ذكرياتها وهي صغيرة ومعها امها اللي عانت كتير بسبب هروب الاب وجالها امراض نفسية وكانت هتخلص على نفسها، ولكن بنتها فرانكي انقذتها، والام دلوقتي بتشغل نفسها بمواقع التواصل الاجتماعي وبتكون صداقات جديدة وساعدتها في تحسن حالتها النفسية. وبنتها فاجئتها وقالت انها ترجع للمدينة وهتكمل دراستها لان الام خلاص حالتها بقت كويسة، والام متضايقة بس مش هتقدر تعمل حاجة، وفرانكي وعدتها انها تطمن عليها دايما. وفرانكي هتقابل صحابها وهتحضر اخر حفلة ليها في اخر شهر من السنة دي في القرية، وقابلت راجل صالح واسمه إلتون، وهو اللي هيتجوز امها، وهو راجل سمعته كويسة جدا وكل اهل القرية كمان بيحبوه، ولكن فرانكي عمرها ما حبته وحاسه انه شخص فاسد وما بتهتمش بكلامه، وسابته ومشيت وهتتجه لصاحبتها سارة. وهي في الطريق قابلت راجل غريب واسمه فرانسيس، وقال لها خدي بالك كويس لان الشباب المذنبين وتحديدا البنات مش من مصلحتهم انهم يفضلوا فاسدين للابد، لانه احيانا وقت التوبة ما بيجيش في الوقت المناسب. واستغربت من كلامه الغريب واعتقدت انه بيحاول يعكسها، وكملت طريقها وسابته ومشيت، وهو عمال بيقول لها خدي بالك كويس من نفسك انت وكل اصدقائك. وفي المطعم قابلت فرانكي صديقتها سارة وسألتها عن السيد بانش لو كانت تعرفه، وقالت لها انه مجرد اسطورة، الناس هنا في القرية كانوا بيخوفوا بيها الصغيرين عشان يسمعوا الكلام، واسطورة السيد بانش ساعدتهم انهم ما يعملوش الاخطاء والذنوب. واتطمنت فرانكي بسبب قلقها من السيد بانش، وسارة بتضحك عليها بسبب خوفها من مجرد اسطورة عادية، وقالت لها انها لازم تنسى نفسها وتحتفل كويس جدا في حفلة الليل. وراحوا للشاطئ الجميل، وفرانكي هتفتكره دايما، وسارة صديقتها هتفضل فاكراها وهتستناها دايما. وهما ماشيين فجأة لقوا راجل عجوز مشرد وزعق لهم وقال انه حاسس بالذنوب اللي عملوها وهيعملوها الليلة، وحذرهم من القرية وانهم احسن لهم انهم يمشوا منها، ولازم يمشوا دلوقتي قبل ما الليل يحل لان السفاح السيد بانش هيظهر ووظيفته انه يقتل كل المذنبين والفاسدين اللي في القرية. واتهمته سارة بالجنون وهم مش هيدوله فلوس على كلامه الوحش، ولكنه بيحاول ينقذهم ولكن فشل. وراحوا للكازينو وبيشربوا مشروباتهم وعمالين بيضحكوا على كلام الراجل المشرد. وطمنت سارة فرانكي وطلبت منها ما تهتمش لانه مفيش حد بيخاف هنا من اسطورة بانش، وفيه ست في المكان سمعت كلامهم وقالت لهم ان السيد بانشي هو سفاح لا يرحم المذنبين، وكل يوم في اخر شهر في السنة بيظهر عشان يقتلهم، واخر بنت بتفضل حية من لعبة الموت السفاح بيخطفها، ولكنها ظهرت معاهم وهي بس كانت بتحاول تخوفهم. وام فرانكي ظهرت مع زوجها المستقبلي السيد إلتون، ونصح سارة وفرانكي انهم ما يتأخروش بالليل، ولكنهم ما اهتموش ومشيوا والليل حل وهم متجهين للشاطئ وهيروحوا مع باقي اصدقائهم للحفلة. والراجل المشرد هو فقد بنته اللي السيد بانش خطفها بسبب ذنوبها، وسمع صوت من وراه وعارف ان السيد بانش السفاح هيظهر له، وده بسبب ان الراجل حاول انه يحذر سارة وفرانكي من السفاح، وده طبعا مخالف لتقاليد القرية، والراجل مش مهتم لحياته لانها من غير بنته ملهاش طعم، والسفاح قتله وريحه من بؤسه. وسارة وفرانكي وصلوا للشاطئ وقابلوا جاك اللي هيوصلهم للحفلة في بيت صديقهم، ولكنه محضر لفرانكي مفاجأة لانه كلم حبيبها داريل، ومشكلة داريل مع فرانكي انه عايز يتجوزها ويعيشوا هنا، ولكنها عايزة تكمل دراستها في المدينة وهي بتحبه وهو بيحبها وهيفكروا في مستقبلهم مع بعض. ولكن لما ركبت معاها العربية وفرانكي مش هتروح الحفلة مع داريل، ولكن ظهرت سارة واقنعتهم انهم لازم يروحوا للحفلة في عربية داريل. ولما مشيوا
السفاح كان هيركب معاهم ولكنه فشل، والشباب وصلوا للحفلة اللي فيها الكل فاسد وبيشربوا مشروبات وبياخدوا مواد مضرة، والمكان ده طبعا مناسب جدا لظهور السفاح. وقابلوا تانر وطارة اللي مستمتعين في الحفلة، وده احسن يوم في حياتهم من وجهة نظرهم، وطارة هتسيب تانر وهتروح تكمل الحفلة مع سارة وفرانكي، وزهقوا من الحفلة وهيروحوا يكملوا احتفالهم في الشاطئ. وفيه بنتين خرجوا من الحفلة وشربوا كتير ومش مركزين، وقابلوا السيد بنش الجميل وحاسين انه قناعه لطيف وهيلعب معاهم، وقالوا عليه انه مهرج وتضايق جدا لان السفاح بيكره المهرجين، وطلع مضرب الخشب. وهنا حسوا ان بنش مش لطيف وهجم عليهم وقتلهم وهو عمال بيضحك. وقابلت فرانكي داريل وهيحصلوا باقي اصدقائهم وهيمشوا من بيت الحفلة. والسفاح دخل للبيت وتعب من كتر الفساد والذنوب اللي في المكان، ولكنه قبل ما يدخل للبيت قابل اول واحد وهو تانر اللي بيفكر في مستقبله وحاسس بالقلق، والسفاح ريحه من التفكير والقلق وقتله. والناس كلها شايفينه انه مهرج ولكنه هو السيد بانشي السفاح المخيف، وبالمضرب الخشب دخل للحفلة وهجم على الكل وقتلهم كلهم. ولكن الغريبة ان فيه ناس من اهل القرية موجودة وبتصور السفاح، والسفاح ما بيهجمش عليهم اكنهم بيساعدوه، والسفاح هدفه الرئيسي هو فرانكي واصدقائها، ودور عليهم في كل مكان وما لقاهمش، ولازم يعرف هما فين لانهم ابطال الليلة. وبانشي بيدور لقى جاك اللي قال لاصدقائه ان فرانكي وداريل وسارة وطارة راحوا يكملوا الحفلة على الشاطئ، ولما ركب العربية لقى السفاح وكده عرف مكان الشباب وشكر جاك وقتله. والشباب سعداء وبيضحكوا ومعجبين بجمال البحر وحاسين بالامان، وخصوصا طارة اللي بتتمنى انها تموت هنا، وسابهم داريل وهيروح يدور على حمام. ولقى السفاح وداريل لوحده، افتكر انه مقلب من احد اصدقائه، ولكن السفاح ضربه بالمضرب واغمى على داريل. والشباب سمعوا صوت غريب من المكان وحسوا ان داريل بيعمل فيهم مقلب، ولكن السفاح ظهر وحقق امنية طارة وقتلها عند الشاطئ. وجريت فرانكي وافترقت عن سارة، وفرانكي بتدور على داريل، وسارة بتدور على شبكة عشان تكلم الشرطة، ولقت شبكة ضعيفة وكلمت الشرطة عشان ينقذوها، وحددوا المكان وهيوصلوا لها في اسرع وقت. والسفاح كمان وصل وهجم على سارة وحاول يغرقها في البحر، ولكنها لسه حية واستخدم المضرب وحطمها وقتلها. وقابلت فرانكي داريل وهو مصاب ومش قادر، والسفاح ظهر وبيحاول يختار مين يقتله الاول، فرانكي ام داريل، ولكن مش هتفرق معاه لانهم كده كده كلهم هيموتوا. وادى داريل لفرانكي سكينة عشان تهرب وتحاول تحمي نفسها، وداريل هيحاول يحارب السفاح وهيديها فرصة للهروب. والسفاح قتل داريل هتتبع فرانكي، والمكان فاضي ومحدش هينقذها منه. ولقت فرانكي عربية فيها ناس وخبطت عليهم عشان ينقذوها، ولكنهم رفضوا لانه السفاح هو جزء من تاريخ القرية ومحدش هيقدر يتدخل في لعبة الصيد السنوية بتاعته، بالعكس ده الناس هنا بتساعده. والسفاح بيطلب من فرانكي انها تستسلم احسن، ولكنها رفضت وكملت هرب وهو هيكمل اللعبة. وعربية الشرطة وصلت بسبب مكالمة سارة، وقابلتهم فرانكي وقالت على السفاح، ونزل اول شرطي عشان يهديها وطمنها انه هياخدها للاسم وهيكلم عيلتها ومحدش هنا هيأذيها، ولكن فجأة لقى السفاح ظهر من وراه وقتله. والشرطي التاني مش مهتم لان الشرطي الاول لسه جديد وما يعرفش اهل القرية، وهم هنا كلهم بيساعدوا السفاح وبيخافوا منه، وفرانكي مش لقى حد يساعدها ومكملة هرب. ووصلت لمحل الالعاب واستخبت فيه، والسفاح بيدور عليها في عربية الشرطة وشافها وهي داخلة محل الألعاب. وفجأة لقت فرانكي ان كل الألعاب اشتغلت، وسمع اصوات ضحكات السفاح وبيطلب منها انها تستسلم، وحاولت تستخبه ولكن السفاح قبض عليها، ولكنها استخدمت سكينة داريل واصابته وهربت بسرعة لبرة المكان. ووصلت لحد المينا وهتحاول تستخبى من تاني، والسفاح مزهقش ومستمتع بمطاردتها، وكده كده هي محل محدش هينقذها منه. وما لقاها
لهاش خالص وخلع قناعه، والسفاح هو السيد المحترم إلتون زوج أم فرانكي المستقبلي، وبيفكر يكلم باقي القرية لمساعدته للقبض على فرانكي. ولكن لما خلع قناعه شافته فرانكي اللي طول عمرها ما كانتش واثقة في إلتون، وكلم إلتون أهالي القرية عشان يدوروا على فرانكي معاه، وهو مش واخد باله وظهرت فرانكي وسرقت المضرب الخشبي وهجمت على إلتون ووقعته في المية ومات، ورجعت للبيت عشان تاخد أمها ويمشوا من القرية المجنونة دي. وأمها لما عرفت اللي حصل لها طمنتها، ولكن الكارثة إن أمها إلتون قال لها إنها عشان تكفر عن ذنوبها لازم تنضم للقرية ولازم تساعده كمان في لعبة الصيد، وكل سنة بيختاروا شخص جديد كسفاح، والسفاح السيد إلتون لسه حي وظهر، وقال إنه هيسامح فرانكي وهيعيشوا كلهم كأسرة واحدة ومحدش منهم هيخرج من القرية دي أبدا. وطلب من فرانكي إنها تعمل شاي وهم لازم يهدوا ويتكلموا مع بعض كعيلة واحدة ومحدش هيعرف يهرب تاني. وخلع إلتون القناع عشان يعرف يشرب الشاي، وقال إنه محظوظ بسبب شرف اختيار أهل القرية ليه كسفاح السنة دي، وساب سكينته عشان يعرف يشرب الشاي. ولكن استغلت فرانكي الفرصة وخدت السكينة وقتلته وهتاخد أمها وهيهربوا من هنا بسرعة، ولكن محدش هيخرج من هنا حي لأن كل أهل القرية حاضرين بسبب إلتون اللي كلمهم، وهيكملوا لعبة الصيد وهينهوها وهيقتلوا فرانكي وهيضموا أمها للقرية وهيسمحوها على كل ذنوبها، وبيصوروا كل حاجة كذكرى ليهم للسنة دي وهيفتكروها أكيد في المستقبل. وكل البنات المختفية هم ميتين أصلا، والقرية بتخبي كده عشان محدش يشك فيهم. وظهر فرانسيس اللي حذر فرانكي من الأول، ولكنها ما اهتمتش وهتتحمل المسؤولية. وبما إن إلتون مات ففرانسيس خد قناع السيد بانش عشان ينهي اللعبة ويقتل فرانكي. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.